ما زعلتش كتير على ماتش مانشستر يونايتد وبيرنلي اللي انتهى بالتعادل 1-1، ولا زعلت على مباراة ساوثهامبتون اللي انتهت برضه بالتعادل 1-1، ولا زعلت بصراحة على ماتش برايتون، لأن أنا ما سمعتش إن مانشستر يونايتد هيلعب قدام برايتون إلا لما كريستيانو رونالدو جاب جون قدام برايتون. بس النهاردة لو ما اتفرجتش على الماتش ده كان فاتني كتير قوي. ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد قدموا واحدة من أجمل مباريات الأسبوع، واحدة من أجمل المباريات اللي ممكن تتفرج عليها. سيناريو مجنون جدا انك تقعد تتفرج على مانشستر يونايتد كسبان لحد الدقيقه 51 و2-0، وبعد الدقيقه 53 ونص تلاقي نتيجه 2-2. ده ما يدل على منظومه مانشستر يونايتد الدفاعيه وان الفرقه لم تتطور والكلام ده. بس برضه مباراه جميله، مباراه جميله جدا. من اجمل الحاجات اللي رافائيل جينيك فهمها بدري هو ان نرجع ل 4-2-3-1. 4-2-3-1 برونو فرنانديز هيقدر ان هو يفرق معايا جدا 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 عن 4-3-2. 4-3-2 ما عنديش لعيبه نص ملعب تسمح لي ان انا اسيطر على الكوره او اعمل استحواذ او حتى اعرف ارجع بالكوره واعمل هجمات مرتده واستغل فيها السرعات اللي تكون عند سانشو وعند جيسي لينجارد. هو النهارده كان بيلعب بجيسي لينجارد على فكره. جيسي لينجارد بدا النهارده اساسي. عادي رجعنا للذكريات، بس مش مهم، لان بصراحه جيسي كان عامل اداء كويس جدا مع ويست هام، وغير كده هو مجبر ان هو يلعب بجيسي للامانه، يعني لان الونجا لعيب لسه صغير ما ينفعش ان هو يبدا بيه اساسي. جيسي لينجارد النهارده للامانه يعني كان اسوء واحد في الفرقه في الشق الهجومي، ده الحد العادي او المنطقي. بوبا عمل مباراه كويسه جدا هو قبل خروجه، وسكوت ماكدوناي كان كويس. لوكشو وبيساكا من اللعيبه اللي ما تضمنهمش، ممكن يعمل لك 45 دقيقه مميزه وال 45 دقيقه الثانيه بيلبسوك على طول عادي، مفيش اي مشكله. هاري ماجواير من احسن الحاجات اللي حصلت ان هاري ماجواير اخيرا بقى بيسجل بدماغه، اخيرا هاري ماجواير بقى بيطلع ويلعب بدماغه علشان خاطر عنده فكره ان انا اطلع اسجل في الكرات الثابته. اخيرا ماجواير بدا يحس ان هو طويل وممكن يفرق، علشان كده ماجواير سجل الهدف الاول. الهدف الاول اللي كان كره ثابته ماجواير قدر ان هو يسجلها. الهدف الثاني سانشو بصراحه عمل اسيست جميل جدا، يعني سانشو عمل اسيست جميل جدا، عرضيه مميزه جدا ل برونو فرنانديز. وبرونو لو اتكلمنا على 4-2-3-1 والعظمه اللي برونو بيعملها، وبرونو شايل الفريق قد ايه في نص الملعب، وبرونو بيعمل اضافات هجوميه عامله ازاي، ما تنفعش انك تتكلم على ان لعيب زي ده فاول ما جيت يا عم رالف انت مقعده دكه، انت بتهرج، معلش يا عم رالف. الناحيه الثانيه ليدز يونايتد على قد الامكانيات البشريه كانوا بيلعبوا، جو ليدز يونايتد وبيليسيا والضغط العالي والسكس فوتبول والكلام ده والله ما بقاش متاح حاليا، لان حاليا في مشاكل كتيره موجوده في نص الملعب. روبن كوخ وادم فروج او ادم عندهم مشكله ان هم يمسكوا كوره، في فرق كبير جدا في الجوده باين قوي، مش دي لعيبه ليدز يونايتد اللي هتعرف تعمل الشغل اللي كانوا بيتكلموا على بليسي عليه. بس بصراحه انا اتفاجئت جدا لما لقيت ان العرضيه بتاعت رودريجو عرضيه جميله جدا راحت لفه ورا ورا دخيه بيبص على الكره. لا غريبه، هتقول لي عرضيه ايه الصوبه عالميه، يقول لك بص هو رفعت وش رودريجو بتقول ان هو يلعب عرضيه، تقول لي لا ده هو لمح دخيه متقدم ولمح طرف خيط حارس المرمى هو حتى لو لمح دخيه متقدم مش هيلعبها له هتروح في الثمانيات، هو لعب عرضيه كره لفت ورا دخيه هدف اول. عادي يا جماعه مفيش مشكله، فرقه جابت هدف بايلك مفيش اي مشكله، بس المشكله بقى انك في يونايتد، يعني يونايتد على طول راح بعد ثواني خد الكره سنتر، هي كانت للامانه كنت شايفها فاول، يعني كنت شايف ان الكره فاول على لعيب ليدز يونايتد، وكنت شايف ان الكره بصراحه يعني برونو اتضرب فيها، بس الفار عداها ورجعنا للحاله وفي الاخر قال لك جون. بس معلش يعني ده ما يمنعش ان لوكشو لسه مشاكله الدفاعيه، ولسه لوكشو لو ركزت عليه في الحالات الدفاعيه تلاقي ان هو باك ممكن يلبسك في اي لحظه، اي لحظه ممكن يلبسك فيها هدف على طول، تغطيه عكسيه غلط، لعيب بيعدي منه بسرعات، واحد على واحد بيتاكل، مش ده الباك الشمال اللي بيطمنك ان مانشستر يونايتد عنده باك شمال محترم للامانه يعني، والشهاده لله. اتفاجئت لما لقيت ان بوبا هو اول تغييره، بس ما اتفاجئتش ان فريد هو يكون اللعيب اللي حاضر عندك، لان انت ما عندكش حد غير فريد. بس بصراحه اتفاجئت واتصدمت من فريد في الهدف اللي جابه، يعني السنده بتاعه سانشو عالميه، بس فكره ان فريد يشوط في منطقه الجزاء دي ده قديمه جديده الكلام ده بصراحه، انا مش متعود على فريد بيعمل كده، انا متعود على فريد هيبص هيلعب لبره، فريد هيلعب عرضيه رونالدو، انما فريد هيخش يشوط مره واحده كده، ايه التطور العالي ده يا عم فريد؟ ايه الجمال والحلاوه ده يا عم فريد؟ طب تقعد دك على طول بقى طالما هتنزل وتشوط والكلام الحلو ده،
الفرقة كانت ممكن تلبس الهدف الثالث عادي، بس هدف فريد خلاها بقى عندها أسبقية وعندها أولوية إن هي 3-2 في المباراة. فبالنسبة لك أنت كمانشستر يونايتد جميل جدا إنك تعرف تطلع بالمباراة دي. عملت 6 فوتبول الشوط الأول وكرة جميلة والكلام ده، بس يعني معلش كلها إمكانيات فردية وكلها عارفة نفسها، والموضوع بتاع التطور الجماعي والمنظومة الجماعية ده مفيش تطور جماعي في مانشستر يونايتد، والكلام بتاع التطور والفرقه بتيجي مع الريفرنشين، الفرقه ما بتجيش لان الفرقه محتاجه شغل كتير جدا ومحتاجه تغيير افراد. فاحنا هنقعد نتكلم كلام كتير وبنعيد وبنزيد في نفس الكلام هو علشان اولينجا يخلص المباراه بالهدف الرابع، وقبليها طبعا كان مطلع كريستيانو رونالدو عشان عايز يحافظ على نتيجه المباراه، وده بيدل لك قد ايه ان هو عنده ثقه في المنظومه بتاعته اللي هو قواها. عشان كده لا منظومه مانشستر يونايتد بتتطور ولا اي حاجه، هي كلها برده القصه كلها تتحط تحت بند فرديات مانشستر يونايتد. يعني زمان اولي كان كريستيانو وكان برونو فرنانديز بيشيلوا المجموعه، انما حاليا كشاف فصل مفيش اي مشكله حاجة. زمن اولي زمن اولي كان برونو بيشيل المجموعه وكريستيانو رونالدو، دلوقتي زمن رالف رانجينيك برونو رجع تاني يشيل المجموعه، كريستيانو رونالدو بيعاني في مشاكل داخليه ومشاكل خارجيه بره الملعب. فالموضوع بالنسبه لكريستيانو رونالدو على الله حكايته وعلى الله التساهل. مانشستر يونايتد فوز كان محتاجه ضروري علشان خاطر ينفرد بالمركز الرابع ويبعد كتير عن وست هام يونايتد. مانشستر يونايتد نتمنى ليه التوفيق، نتمنى نشوف مانشستر يونايتد بيرجع يقدم كره جميله، نتمنى التوفيق ليونايتد قدام اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاث ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايك واحترم. ممكن ماتش مانشستر يطلع يوم الاربعاء.